قبل قرابة 7 عقود قامت إسرائيل على آلة قتل متوحشة متمثلة في عصابات الصهاينة التي ارتكبت العديد من المذابح الجماعية، ثم تحولت تلك العصابات إلى جيش، لكنه ظل يعمل بأخلاق العصابة، حيث شكلت سياسة الاغتيالات معلماً بارزاً من معالم الإرهاب الإسرائيلي الذي طال كل من وقف في وجه مشروع الاستيطان الصهيوني. في مايو أيار من عام 2006 خرجت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية تنقل عن كتاب الحساب المفتوح للصحفي الإسرائيلي أهارون كلاين أن الموساد كان وراء اغتيال وديع حداد أحد مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول عمليات المجال الخارجي بها، من خلال تسميمه بشوكولاتة بلجيكية أرسلت إليه عبر أحد عملائها. وفي بدايات عام 2018 نقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقتطفات من كتاب اقتل اولا للمحلل العسكري الاسرائيلي رونن بيرغمان، يذكر فيها ان الموساد كان قريبا جدا من محيط حداد، وانه مستطاع استبدال معجون الاسنان الخاص به باخر ممزوج بمادة سامة. وبين الحساب المفتوح واقتل اولا رواية ثالثة للقيادي السابق بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسام أبو شريف. الآن الرواية إلي مثل ما حكى لي إياها وديع، قال لي كنت مدعوا على العشاء في بيت أحد قيادات حزب البعث في العراق، وكان العشاء في الحديقة، وجميعهم كانوا أصدقائه وأحبائه، وتناول العشاء وقال لي بالحرف، ثم جاء النادل بصينية عليها فناجين القهوة وضيف هو بيده كل شخص فنجانه، مش مد الصينية مشان أنت تنقي فنجانك. وعندما أخذت أول رشفة من فنجان القهوة شعرت بالعيان النفس وكأنني سأتقيأ فورا، فأسرعت نحو المنزل حتى أصل للحمام، إحنا في الحديقة، لكن لم يتمكن من الوصول للباب قبل أن يتقيأ، فتقيأ في الحديقة. هذا ما قاله لي وديع حداد شخصيا. طبعا شفت وديع وكان بحاله انه يومين تعبان ويوم يقوم يلعب فوتبول، صعود وهبوط صعود وهبوط، وبقيت عنده حوالي اسبوعين الى ان اشتد عليه المرض وما فيش حدا عارف شو هو. نقلنا الى المانيا حيث توفي. في أواخر عام 1977 بدأت أعراض ثقيلة تظهر على وديع حداد أثناء وجوده في بغداد، اقتصرت في البداية على غثيان وتقيؤ وألم بالمعدة، ثم تطورت تلك الأعراض التي كانت تشي بأمر خطير. نقل حداد إلى الجزائر في يناير كانون الثاني من عام 1978 لعرضه على الأطباء الجزائريين، لكن الحالة ازدادت سوءاً مما اضطرهم لإبلاغ المحيطين به أنهم يئسوا من تحسن الحالة. ومع بداية مارس آذار من العام نفسه رتبت قيادة الجبهة الشعبية عملية نقل حداد لتلقي العلاج بمستشفى شاريتي بألمانيا الشرقية، لكن الأمر لم يتغير ولم يتمكن الأطباء الألمان من علاجه.
تشبث حداد بالحياة قرابة 3 أشهر، لكنه في النهاية خسر الجولة، فقد وافته المنية في 28 من مارس آذار عام 1978، ولم يتعرف الأطباء الألمان على سبب محدد أدى إلى الوفاة. فماذا ساد وقتها حول هذا الموت المريب؟ سؤال وجهناه إلى أسعد عبد الرحمن، القيادي السابق بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الذي ساد يومها وفي الأوساط التي تعاطت مباشرة مع التحقيق أن هناك تسميماً، ولكن من أسف شديد قضى الدكتور وديع حداد شهيداً قبل أن يعرف نوع التسميم الذي جرى، وبالتالي لا تريق. أثار تعدد روايات موت حداد بعد تكتم دام قرابة 4 عقود فضول فريق العمل لمعرفة السبب الحقيقي لموته. بدأ تحقيقنا بالتعرف على سبب الوفاة المعلن من المستشفى الذي قضى حداد به أيامه الأخيرة، فأرسلنا إلى مستشفى شاريتي بألمانيا للحصول على التقرير الطبي الصادر وقتها، لكن الرد كان مفاجئاً وغريباً. لم نعثر على اسمي وديع أو حداد في سجلات المستشفى لعام 1978. هل هناك أسماء أخرى يمكن البحث عنها؟ أو هناك اسم مستعار كان يستخدمه؟ نأسف لعدم قدرتنا على مساعدتكم. رد يحمل أكثر من معنى وخيط مهم كان علينا السير خلفه، فلم نكتفي بالرسالة وذهبنا إلى مستشفى شاريتي للبحث في أرشيف يعود إلى 70ات القرن الماضي، لكننا لم نصل إلى شيء. إذن فمن هو وديع حداد الذي يدخل مستشفى باسم مستعار؟ وما هو سر العداء الذي يجعل إسرائيل تقتله ثم تتكتم على قتله 40 عاماً؟ وديع حداد فلسطيني، ولد بمدينة صفد بفلسطين، منطقة الجيريل الأعلى شمال فلسطين، ومن الناس الذين هاجروا بعد نكبة 48، ووضع أهله الميسور نسبياً مكنوا من أن يدخل الجامعة الأمريكية. وكردة فعل لما سببته هذه النكبة من مآسي ومعاناة لشعبنا الفلسطيني والعربي، تشكلت نواة حركة قومي العرب تضم بالإضافة إلى وديع حداد جورج حبش، أحمد الخطيب، الهندي، جابر الجبوري، مجموعة ترى بأنه الأنظمة العربية هي التي تتحمل مسؤولية أساسية بالنكبة، ليس فقط ولا نستطيع فقط أن نحمل العدو الإسرائيلي أو الحركة الصهيونية ومن يدعمها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فقط المسؤولية. هزمت الجيوش العربية في نكسة يونيو حزيران عام 67 لتخلق منعطفاً جديداً للمأساة الفلسطينية، وتزيد الشعور بأن النضال القومي غيب الخاص الفلسطيني. عند لحظة الهجوم الإسرائيلي في 67 أدرك الفلسطينيون في الحركة القومية العرب أنه لم يعد بالإمكان المتابعة، لأنه هذا لم يعد يستطيع أن يلبي احتياجات الفلسطينيين داخل الحركة القومية العرب، ولذلك أخذ القرار أنه ما دامت حركة فتح قد أخذت المبادرة إلى العمل المسلح وسبقت التنظيم الأقدم الذي كان برعاية عربية وطنية، إذن يجب أن يكون لدينا في حركة القومية العرب القسم الفلسطيني الخاص بالكفاح المسلح. ومن هنا تحولت حركة القومية العرب
الفلسطينية إلى الفرع الفلسطيني وسميت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. إن هذه البناهير إنهم مالنا وفلاحينا، مع هذه البنادق ستعرف كيف تحول الهزيمة إلى انتصار. في عام 1968 وفي ضوء الاستراتيجية العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شكلت لجنة برئاسة وديع حداد أطلق عليها المجال الخارجي، وترك له حرية اختيار عناصرها من الجبهة أو من خارجها، وأطلق شعار وراء العدو في كل مكان. فماذا كانت فلسفة هذا الشعار؟ وكيف تمت ترجمته على الأرض؟ سؤال وجهناه إلى السيدة ليلى خالد، عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن أهم العناصر التي شاركت في العمليات. هذا الشعار يعني هو لكل الجبهة الشعبية، مش بس لواحد، لكن اللي أخذ القسم العسكري منه هو ودي حداد، وبدأ يفكر كيف بدنا نترجم هذا الشعار على الأرض. ترجمة هذا الشعار هو استهداف مصالح إسرائيل في العالم. هو اختار إنه نخطف طيارة في البداية، أو نخطف طيارات. أولاً بيكون هذا إعلان للعالم مين هن الفلسطينيين، يطرح العالم سؤال مين هم الفلسطينيين؟ ليش بيعملوا هيك؟ بدنا نعمل شوك، بدنا نعمل خضة بالضمير الإنساني. يعني من هون كانت خط الطائرات تدخل في هذا الإطار، في إحداث يعني مخاطبة الرأي العام العالمي، تأثير على الرأي العام العالمي. هناك شعب فلسطيني يقاتل من أجل حقوقه المسلوبة. يعني كانت الإعلام الصهيوني يقول ليس هناك شعب فلسطيني، انتهى الموضوع. في لاجئين في الخارج، بطلوا اللاجئين، استقروا، وبالتالي ليس هناك قضية فلسطينية. كثير مهم كانت وأساسي أن تستعاد القضية الفلسطينية بوهاجها، بالنضال، بهز ضمير العالم، بتهديد الناس. هذا كان المدخل المؤلم، خلينا نسميه، لعقول الرأي العام العالمي من خلال هذا العمل، اللي بالمناسبة لم يقتل أو يجرح فيه واحد. وهو كان دايما يقول عملنا لازم يكون نضيف مع الآخرين، بس ما يكونش رحيم على العدو. هيك يعني الواحد بتخيل إنه يعني أوكي هاي كلمات بتنقال، لا مش كلمات، هي بتنزرع في راس المنفذ إنه ما يأذيش حدا. وهذا دليل على أنه الموضوع ليس موضوع الإرهاب ضد المدنيين، وهذا كان الموضوع موضوع محاولة الضغط من أجل إزالة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. بعد عملية خطف طائرة العال من روما عام 1968، توالت العمليات بقيادة وتخطيط وديع حداد ضد الأهداف والمصالح الإسرائيلية خارج الأراضي المحتلة. لم يكن يتجرأ إسرائيلي واحد مسؤول يطلع برا دون الخوف من أن وديع ممكن يرتب قصة. شعار وراء العدو في كل مكان كان يرعب إسرائيل رعبا حقيقيا. فهل اتخذت إسرائيل قرار اغتيال حداد في تلك اللحظة بعد أن أصبحت عملياته تلاحقهم في كل مكان؟ سؤال وجهناه إلى يورام شفايتسة، الضابط السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والباحث في شؤون الأمن بمعهد يافا للدراسات الاستراتيجية.
علينا أن نفهم أن إسرائيل تنظر إلى أعدائها نظرة عملية للغاية. فعندما تواجه إسرائيل شخصاً أو منظمة، فإنها تبدأ بالتعرف على أهداف هذا الشخص أو تلك المنظمة. هل هي إسرائيلية أم يهودية أم مزيج دولي يشمل من ضمنه الإسرائيليين؟ وبعد ذلك تعمل على إفشال تلك العمليات. عندما بدأ ودي حداد عملياته في عام 1968 داخل إطار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استغرق الأمر عامين حتى أدركت إسرائيل التهديدات التي تواجهها من تلك المنظمة. ومن ثم تشكلت نظرة إسرائيل لودي حداد وصنفته بأنه عدو لدود، فهو متورط في تلك العمليات. فأصبحت هناك حاجة ماسة لإيقافها وإزاحة المسؤول عنها من المشهد. بحسب تلك الشهادة، فقد أصابت تلك الضربات الموجعة المجتمع الإسرائيلي بالتململ، وخلفت لديهم ألماً شديداً، لتقرر الاستخبارات الإسرائيلية وضع اسم وديع حداد على قائمة الاغتيالات، مما يدعم رواية أهارون كلاين حول اغتيال حداد عبر تسميمه بالشوكولاتة. إسرائيل الموساد أعلنوا أنه هني وصلوا لوديع حداد بعد ما مات، مش قبل، مش لما كان مريض. هم أعلنوا، حكوا أنه إحنا تم اغتيال وديع حداد من خلال شوكولاتة بلجيكية محددين، بس هو ما بحبش الشوكولاتة. يعني هذه مفارقة، وهي بعرفها تمام. يعني أنا كنت مثلاً أحب أكل شوكولاتة، أجيب بوزة أو أجيب هادي، وما يحبه، وهادي بدليل إنه ما كانش يأكل هذا، بيأكل حلو تاني بس مش الشوكولاتة. في نفس الوقت خلينا يعني الواحد كمان في عنا عقل يفكر وبيعرف، اللي بدي يقدم شوكولاتة بيقدم علبة شوكولاتة، ما بيقدم حبة. وإذا بدي نسممه بدي نسممه بحبة أو حبتين يعني ماكسيمو. إذن الآخرين بدهم يأكلوا، كيف بدهم يعرفوا إنه هو أكل الحبة المسمومة؟ أو إذا بدي نسممه كل واحد معه، مش راكب ضعيف كتير القصة. إذن تلك الشهادة تشكك في رواية أهارون كلاين، فلم يكن وديع حداد من محبي الشوكولاتة. فماذا عن رواية رونين بيرغمان التي ذكرت أن حداد تم اغتياله بتسميم معجون الأسنان الخاص به؟ رونين بيرغمان يحاول هو أن يساهم بإخفاء الحقائق أيضاً خدمة للموساد، ولكن الشيء الوحيد الصحيح هو أن هذه العقلية العنصرية الفاشية هي عقلية إجرامية، وتعتبر موضوع الاغتيال والقتل مهمتها الوحيدة في الحياة. لا أظن أن الموساد يلجأ إلى ذكر الطريقة بصدق، لأنه هكذا يكون كمن يقطع عن نفسه الطريق. وأنت تعلم وأنا أعلم أن الشهيد أيضاً ياسر عرفات جرى اغتياله، ولكن حتى الآن لا معرفة يقينية بكيف. إذا أراد الموساد إخفاء الحقيقة، فلماذا يسرب معلومات عن اغتيال حداد؟ سؤال وجهناه إلى مردخاي كيدار، الضابط السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والباحث بمعهد بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية. الشيء المقبول عند منظمات استخبارية هي ذر الرماد في أعين الأعداء بنشر حكايات لا تمت للحقيقة بصلة. بمعنى هم يختلقون رواية يعني تثير الاهتمام وهي أبعد ما يكون من الرواية الحقيقية، لأن الرواية ما هي نوع من التدليل رتب على يد من كما بالعملية الحقيقية. سربت إسرائيل رواية القتل، لكنها لم تؤكد ولم تنفي، بل جاء النفي على لسان رفقاء حداد.
مرة بدعوى أنه ليس من محبي الشوكولاتة، ومرة أن التسريب ليس إلا تضليلاً يخدم الموساد. ورغم عدم قناعة فريق العمل باستبعاد إسرائيل من التورط في قتله، كان علينا الغوص أكثر في مسيرة وديع حداد لمعرفة ما إذا كان لحداد أعداء آخرون ربما تورط أحدهم في قتله. في 22 من فبراير شباط عام 1972 خطفت عناصر تابعة للمجال الخارجي من مدينة نيودلهي طائرة تابعة لشركة لفتهانزا الألمانية الغربية واقتادتها إلى عدن. انتهت العملية بدفع ألمانيا فدية بلغت 5 ملايين دولار مقابل الإفراج عن الطائرة. فماذا كان الهدف من العملية التي أنتجت عدواً جديداً لحداد بعد اختياره أسلوب الحرب المفتوحة؟ كان الهدف هو تعريض المصالح الغربية إلى الخطر للضغط عليهم لوقف المساعدات والدعم اللوجستيكي الهائل للعدو الصهيوني. كان الهدف الرئيسي هكذا، واثنين حتى كمان يتمول. وهنا كثرت التهم الحقيرة برأيي ضد وديع، إنه أصبح الموضوع موضوع فلوس. يعني هذا رجل كان طاهراً طهوراً، وكان لا يعيش لا لنفسه ولا لعائلته، وبالتالي المال لم يكن يعني عنده شيئاً. المال في سبيل القضية الكبرى. حياته كانت جداً بسيطة، بيته جدا متواضع، يعيش حياة جدا متواضعة بفرشه بموقعه بكل شيء. أهمه الأساسي قضية فلسطين والنضال من أجل قضية فلسطين. وسع حداد رقعة العمليات مرة أخرى بعد تحالفه مع العديد من المجموعات الثورية حول العالم التي تؤمن بالعنف الثوري والكفاح المسلح. وديع كان عامل تحالف دولي، تنظيم دولي، مثل ما بيشاركوا في القتال من أجل فلسطين كانوا يطلبوا من وديع يساهم معهم في التخطيط لعمليات لصالحهم، لصالح معتقلينهم. فكان خطف الطائرات أهم طريقة للضغط من أجل الإفراج عن أسراهم الموجودين في بلادهم، الألمان مثلاً أو اليابانيين أو. فكانت هذه العمليات صح المخطط لها وديع وداعم تنفيذها، لكن هي ليست لأهداف جبهة شعبية فقط، هي لأهداف الجهات الثورية الحليفة الموجودة معه في التحالف الدولي. يعني تصور الباسك والجيش الإيرلندي والمعارضة الألمانية والمعارضة الإيطالية والمعارضة في كل مكان وجدت معسكرات ومختبرات وتدريب هائل وإقامات وجوازات سفر وتمويل مالي. كيف لا ترتعب يعني؟ وكيف ارتعبت تلك الدول وأصبح وديع حداد هذا المناضل القومي الثوري المعلم أصبح خطراً على مصالح الغرب في منطقة الشرق الأوسط. إذن فقد أدت تلك العمليات لوضع اسم وديع حداد على قوائم عدو ثان تمثل في الدول الغربية التي وجه إليها ضربات بسبب علاقتها مع إسرائيل أو دعماً للعمل الثوري العالمي، مما سبب له أزمة كبرى مع قيادة الجبهة. ففي مارس آذار عام 1972 عقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مؤتمرها العام الثاني في أجواء من الخلاف حول أهداف عمليات المجال الخارجي، بعد أن أصبحت الجبهة لا تستطيع تحمل العبء السياسي الناتج عن تلك العمليات. أثناء وجوده في الجبهة الشعبية كان الدكتور جورج حبش فقط الذي يبلغ بالعمليات، ولكن تدريجياً أصبحت هنالك مشكلة سببها أن بعض الأشخاص
في القيادة كانوا يصروا على أن يعلم وديع حداد القيادة بالعملية قبل ما يشرع في التخطيط لها ياخذ موافقة. رفض وديع حداد. وديع حداد كان رأيه بأنه هذا الموضوع دقيق جدا وسري جدا وحساس جدا ويجب ألا يناقش إلا بإطار ضيق جدا. طبعا الأكثرية أقرت أن يبحث بالهيئات القيادية. الدكتور وديع حداد يعني لم يلتزم بهذا القرار، قرار الأكثرية الهيئات القيادية، فجرى فصله. هذه المشكلة الأساسية. إذن يعني كان في فريق خاص، أنا لم أكن ضمن الفريق الذي انشق مع الدكتور وديع حداد وكان قريبا منه. نجح المعسكر المطالب بتقنين العمليات في استصدار القرار المؤيد لرأيه، لكن حداد لم يلتزم بالقرار. فقرر المكتب السياسي للجبهة في عام 1974 تجميد عضوية وديع حداد و13 شخصاً آخرين، ثم تحول قرار التجميد إلى قرار فصل في العام التالي، ليصبح حداد ومجموعة قليلة من رفاقه خارج الإطار التنظيمي للجبهة، وليبدأ فصل جديد من حياته النضالية. لكن تلك المرة كانت تحت غطاء بعض الدول العربية التي تلاقت أهدافها المرحلية مع أهداف حداد الثورية. هو دكتور وديع حداد كان علاقاته بشكل أساسي مع قيادة اليمن الجنوبي. اليمن الجنوبي هي القيادة كلها قوميين عرب، الرئيس سلمين، وزير الدفاع علي عنتر. فهذه القيادة في اليمن أساساً مش بس كانت تدعم بسلاح، كانت تعطي في موجود معسكر تدريب للدكتور وديع حداد في اليمن، وفي مكان إقامة وفي محل مكتب له. هذه الشغلات كانت تساعد الدكتور وديع. ما هو أساساً حركات الدكتور وديع كان دائماً يطلع من برا لبنان، لبنان كانت ساحة مكشوفة، فمن هون ظلوا خارج لبنان، يطلع اليمن، يطلع العراق، يطلع الجزائر. أي الدول العربية كانت وسوريا أيضاً مارست هذا العمل، كانت تستقوي في الفصائل الفلسطينية حتى تصير قوة إقليمية، وحتى تستطيع أن تفاوض، وحتى تستطيع أن توسع مجالها الحيوي الاستراتيجي، وكان في نفوذ يعني تستفيد منه القيادة السورية والقيادة العراقية. استمر وديع حداد في سياسة توسيع ساحة الحرب، فقد كان يؤمن بأن النفط العربي يجب أن يكون جزءاً من المعركة. ففي 21 من ديسمبر كانون الأول من عام 1975 قامت مجموعة من عناصر المجال الخارجي بقيادة الفنزويلي كارلوس باحتجاز وزراء الدول المصدرة للنفط أوبيك أثناء اجتماعهم بفيينا. دخلت مجموعة من عند وديع أراثها كارلوس، خطفوا كل الوزراء وطلبوا طيارة وطلعوهم مع الطيارة وخطفوهم معهم، وبدأوا يفرضوا بيانات توزع حول القضية الفلسطينية، وكل وزير بده يفلت بده دولته تدفع رانسم، وزير نفط هذا، للشعب الفلسطيني. انتقدت بشكل كبير جدا، ما خفف نسبيا أن الشخصية التي قادت العملية كارلوس يعني كان ليس عربيا وكان ذكيا جدا وقدم القضية الفلسطينية كما أراد، ولكن أيضا يعني عرف أن الجبهة الشعبية وراءها بالذات جناح وديع حداد، وعملت هزة كبيرة جدا جدا داخل الجبهة الشعبية لأنها أزمت علاقتها مع كل الأنظمة العربية بعد ذلك.
وديع حداد أصبح وديع حداد لاعبا مهما بنظر العديد من الأجهزة الأمنية الغربية بل العربية أيضا، فقد أرسل رجاله لقتل الوزراء العرب باجتماع الدول الأعضاء المصدرة للنفط أوبك. لذا فإننا نستطيع القول أن وديع حداد أصبح هدفا رئيسيا للعديد من الأجهزة والمنظمات ومن ضمنها إسرائيل. بعد تلك الشهادات التي حصلنا عليها بدا واضحا أن حداد رغم تحقيقه العديد من النجاحات فإنه صنع لنفسه الكثير من الأعداء، فقد أصبح مطلوبا لإسرائيل وحلفائها الغربيين ولبعض الأنظمة العربية. توافر لدينا القاتل المحتمل، لكن هل كان من الممكن الوصول لحداد عبر اختراق لأجهزة الدولة التي كان يقيم بها؟ سؤال وجهناه لمريم أبو دقة عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ما بقدرش أقول هيك، لكن يعني كيف اغتالوا أبو جهاد في تونس؟ كيف اغتالوا غسان كنفاني في لبنان؟ في هناك يعني ظروف واختراقات في المجال الجوي أو الأمني أو عدم أو عجز، وبالتالي إحنا كفلسطينيين مش في أرضنا، نقدرش إحنا لناخد قرارات اللي نحمي أمننا وظروفنا، وبالتالي بصير في لبنان مثلاً كان لإسرائيل عملاء في الأمن العام وفي الجيش وفي المؤسسات وفي التلفونات وفي البريد بالمئات. هناك محاولة لاغتيال وديع حداد تؤكد إمكانية الوصول إليه، تلك التي تعرض لها في مايو أيار عام 1970 بالعاصمة اللبنانية بيروت، عندما تعرض بيته لقصف بأربعة صواريخ. ليلى خالد شاهدة على تلك المحاولة. أنا شفته عم بيزيح الخزانة وإيدي عم بنحرقوا معها، أنا شفته هذا المشهد. نشل ابنه وزدت لي إياه من فوق يعني عشان ما توقعش الخزانة على الولد، وقال لي ركضي على المستشفى. بس فشلت عمليتهم، أنا صرت أصرخ عليه بصراحة، الولد عم بينزف، قلت له هلأ وقت فشلت عمليتهم خلص خلينا أطلع، وطلعت وأركض بالشارع رحت على الهاي. طبعا فشلت هاي المحاولة، لكن كانت يعني كانت مؤشر لوديع حداد لسبب، لأنه بعديها قعدنا نقول كيف ليش صار هيك. وديع حداد بيقول إنه أنا كنت مسافر وإجيت، معنى عرفوا إني أنا إجيت على البيت، ما ممكن يطلقوا الصواريخ على البيت بدون ما أكون موجود طبيعة الحال، فمعنى ذلك بدنا ندقق هلأ مين بيعرف عن سفره، يعني ما بيترك الأمر للصدف. أيضا تعرض إلى قصف بحرا لمكتب كان له أيضا في بيروت، كذلك بالطيران تعرض إلى مكتب له بالجبل. إذن هو تعرض إلى أكثر يعني من محاولة اغتيال الحقيقة. تؤشر تلك الشهادات ومحاولات الاغتيال المتكررة التي تعرض لها حداد إلى وجود اختراق لأجهزة الدولة اللبنانية، فهل تكرر الاختراق للأجهزة الأمنية العراقية؟ لربما يعني يوجد اختراقات في قيادات العراقية، لكن العراق كقرار تصفيته اعتقد لا، لانه كان لديه معسكرات وهناك ارتباطات كانت ما بين آنذاك في ذلك الوقت بين العراق ووديع حداد تنسيق. كانت علاقة الشهيد وديع حداد وفريق عمله علاقة كثير كويسة مع العراقية، وكان يتعاون مع العراقيين حتى آخر لحظة من وفاته، ولهذا دفن في العراق. إذن لماذا اتهم العراق؟ ما عندي مبرر لاتهام العراق. رغم ذلك كان وديع حداد دائما ما يردد سوف يبيعونني لمن يدفع أكثر،
إنها دول تبيع المناضلين عند أول كوع، لماذا لا يقبضون ثمننا وهم ليسوا معنيين بنضالنا من أجل حريتنا؟ فهل تحققت نبوءة حداد؟ صدام حسين كان قد بدأ يشعر بأن هناك إمكانية لفتح علاقات مع الغرب يقبلوه بها، وكان عليه أن يقدم أوراق اعتماد من نمط التخلص من بعض الأسماء والشخصيات المزعجة وكذا، وأنه قد رتب هذا الموضوع. هذا ممكن أيضا أن نستوعب. لا نستطيع الجزم بهذا الأمر. صحيح أن رئيس الجمهورية في العراق كان آنذاك بكر، بس الفعلي الذي كان ممسكا بالسلطة، ممسكا بالقرار السياسي والأمني والطموح لأن يبرز على الشاشة لاحقا، كان صدام حسين. لذلك لم يكن يمر أي شيء في العراق بدون موافقة صدام حسين والمجموعة التي كانت تساعده. إذن يبقى احتمال الصفقة قائما، لكنه ليس مؤكدا. وإذا افترضنا الصفقة، فهل كان شخص كحداد هدفا سهلا يمكن الوصول إليه؟ ودي حداد كان من أصعب الأهداف، وكان حسه الأمني هو اللي يسيره. أنا مرة كنت أنا وياه وكمان اثنين معانا، ففي بسة رمالها الأكل، فقول لهم ليش عم ترمي البسة؟ أكل بعدنا ما أكلناش. فكان يقول عشان إذا كان مسموم البسة دغري بتصير يعني تستفرغ الأكل. عنده قدرة استثنائية على التخفي، ودائما حذر من الآخر، يعني ليس بسهولة أن يعطي ثقته للآخرين، وهي جزء من إجراءات الأمنية. رغم تلك الشهادات التي تؤكد الحس الأمني العالي الذي تمتع به حداد، فإن الروايات المذكورة لمقتله تشي بأن هناك اختراقاً حدث في الدائرة الضيقة المحيطة به. الدائرة اللي كان بيعمل فيها كقيادي لهذا العمل 4-5 ماكسيموم، ولذلك هذا العدد القليل حفظ كتير أسرار. الآن في ناس يعني توفت من هذه الدائرة، وفي ناس بعرفش أنا وين موجودة. سألنا أسعد عبد الرحمن عن تلك الدائرة الضيقة المحيطة بحداد. ممكن يعني أذكر منهم زكي هيلو أصبح في رحمة الله، أذكر منهم شريف الحسيني وقد أصبح أيضا في ذمة الله. الآخرين لا أعرف عما جرى معهم، لكن هنالك أسم أو اثنين ممن تعرضوا للتنكيل وهم لا يزالوا على قيد الحياة، لست في حل من ذكر أسمائهم. رفض أسعد عبد الرحمن أن يفصح عن أعضاء الدائرة الضيقة الأكثر قرباً من حداد، خاصة أن منهم من لا يزال على قيد الحياة، فأصبح على فريق العمل البحث عنهم لسماع شهادتهم حول وفاة حداد، فهم كما ذكرت ليلى خالد يحفظون الكثير من الأسرار. بعد جهد طويل وصلنا لأحدهم، لكنه رفض إجراء مقابلة تلفزيونية لأسباب مرتبطة بأمنه الشخصي، ووافق على إجراء حوار صحفي معه شريطة عدم ذكر اسمه. فسألناه: من كان يعرف مكان وديع حداد في لحظة معينة؟ اثنان أو ثلاثة من الموثوقين، وهؤلاء كانوا يوصلون إليه من يرغبوا في رؤيته. ماذا تقول في رواية بسام أبو شريف حول وقيعة التسميم عن طريق فنجان قهوة؟ بعد مرور 3 أيام على جنازة وديع حداد، اتصل بي سعدون شاكر مدير الاستخبارات العراقية في ذلك الوقت، وأطلعني على تقرير مكتوب بخط اليد دون توقيع لأحد عليه. يقول التقرير
إن وديع حداد تناول قهوة في منزل أكرم الحوراني ببغداد ثم تقيأ بعدها، وربما هذا يعني أنه تناول سماً مدسوساً. وأنا الذي أخبرت بسام أبو شريف وآخرين بتلك الواقعة. بعد البحث في تفاصيل تلك الزيارة والحاضرين مع حداد، وجدنا رداً على تلك الرواية على لسان المفكر والسياسي السوري عدنان بدر حلوة، منشوراً بجريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 13 من يناير كانون الثاني عام 2014، حيث قال: بما أنني كنت برفقة الدكتور وديع في تلك الزيارة الفريدة، لذا أجد من الضروري الإدلاء بشهادتي حول الموضوع. عندما قدمت أم جهاد زوجة الأستاذ أكرم الحوراني القهوة في صالون البيت لا في الحديقة، كان الوقت شتاء، قدمتها على صينية كبيرة، وقد تناول كل من الحاضرين فنجانه بيده، وبناء عليه كان مستحيلا على أي جهة تقدير الفنجان الذي سيتناوله وديع. أما في حال تسميم القهوة كلها فكان من الطبيعي أن يتسمم الآخرون. الواقعة الصحيحة فعلاً هي أن الدكتور وديع شعر بالألم في معدته بعد تناوله تلك القهوة، لكن القهوة قد تكون محفزاً للألم لا سبباً له. ضعفت شهادة عدنان بدر حلوة رواية بسام أبو شريف، فذهبنا إلى هيلدا حبش لنسألها عن حالة الدكتور حداد في تلك الزيارة، فقد أكد بحثنا أنها تقابلت مع الدكتور وديع حداد قبل شهرين من وفاته. آخر زيارة إلنا لبغداد بال78، قبل شهرين من وفاته. وأنا بتذكر قديش كانت زيارة ودية ودعونا على الغداء، وأنا حتى كتير كنت سعيدة إني أشوفه بهي صحة جيدة وبكامل يعني حيويته ونشاطه. بالفعل كان وضعه كتير مطمئن، يعني ما في شهرين بنسمع إنه تلخبطت أموره وبتعرف يعني، ونقلوا على الجزائر. إذن فهناك تغير مفاجئ طرأ على حالة الدكتور وديع حداد، فمن كان معه في رحلته الأخيرة إلى الجزائر؟ وما هي مشاهداتهم على حالة حداد في أيامه الأخيرة؟ سألنا ماهر اليماني القيادي بالجبهة الشعبية، شقيق أحمد اليماني أبو ماهر رفيق وديع حداد. لمن كان مرض يعني وديع وكان بالجزائر طلب يشوف أبو ماهر، وراح أبو ماهر شافه، ولما نقل على ألمانيا كمان راح معه سليم أبو سالم، يعني هاي باللحظات الأخيرة. ما فيك تأخذ مشاهدات، يعني لأنه كل انفعالات عاطفية وخسارة وطنية، ما فيك يعني، ما فيني أقول لك شو قال وشو ما قالش. أبو ماهر بيحكي كلمتين بصير بيبكي، يعني في مثل هذه المسائل. لما حكوا أنه كان يعني الأطباء ما قادرين يكتشفوا شو المرض، يعني أنا سألت الطبيب اللي راح زاره وبيعرفه، وكانوا زملاء يعني بالدراسة، وراح زاره في ألمانيا وقال إنه السرطان يعني مش بالضرورة يكون ناتج عن سم، لكن ممكن يكون في سم يعني بسبب السرطان أنا بعرفوش، هو طبيب أمعاء ومعدي وهيك بده جهاز هضمي، لكن بكل الأحوال الألمان ما اكتشفوا إنه في سم.
ليك نحن عندنا مشكلة، كل الناس يعني الأحزاب والقادة وال كله يعني بقول لك العدو، يعني قدر يوصل لوديع ولا إلى قدر يوصل لفلان، وهذه مسألة مش صحيحة. عدونا قوي بس نحن كمان قوايا وجماهيرنا بتحمينا، ما بظن إنه العدو يعني قدر يوصل لوديع حداد يعني، ومثل ما بيحكوا طلعت قصص وروايات من كتب عنا حكاية، وهذا اللي بقول لك حكالي فلان، وهذا بقول لك حكالي فلان، وهذا بقول لك يعني من مصدر موثوق إنه يعني تسمى. يا عمي مرض وديع، وديع كان بيشتغل 18 ساعة، لا بيقدر يأكل بانتظام، لا بيقدر يشرب بانتظام، لا إنه ممكن يكون مرض يعني. أنا من خلال يعني حدا قريب من الدكتور وديع وعائلته، إنه هم عندهم بالعيلة سرطان يعني بجدود بعائلته. أنا بعتقد الموساد استغلوا فرصة مرضه حتى يقولوا إحنا وصلنا له، حتى يعطوا لنفسهم إنه إحنا من يعني منصفي أي قوة معادية لنا حتى الفرد. أنا شخصياً بستبعد وبحط الاحتمال الأكبر إنه هني حطوه على قائمتهم وما قدروش يوصلوا له، فبيقدر يقولوا بكل بساطة إحنا صممنا. كل الاحتمالات مطروحة، احتمالات أن يكون وفاة طبيعية مطروحة، قد يكون يعني في نوع من الاقتراب، لكن لا نستطيع أن نجزم بأنه هذا هو السبب، انه والله المساد اخترقت او المساد يعني قدرت توصلنا كويس، وبالتالي لا نستطيع لا يستطيع احد ان يعطي دليل ملموس محدد عن وفاة يعني الشهيد وديع حداد. بعد تلك الشهادات التي حصلنا عليها حول روايات موت وديع حداد، لا توجد حقائق، فقط توجد تأويلات، لعل أقواها أن المستفيد الأول من تغيب حداد هم الإسرائيليون. ولد وديع حداد في صفد ومات بألمانيا ودفن بالعراق، ربما كان ذلك هو الشيء الوحيد المعروف في خط سير وديع حداد الذي غير القدر مسار حياته من طبيب إلى ثوري يؤمن بالعمليات العسكرية لاسترداد الوطن المسلوب، فألزم نفسه القواعد الصارمة لهذا العمل، فلا حوارات صحفية ولا صور ولا مزاحمة للوقوف أمام الكاميرات، فقد امتدت حياته في سرية وتخفى من مخيم إلى مخيم ومن بلدة إلى بلدة، ليختار في النهاية اصطحاب سر موته الغامض معه إلى القبر.